اسمي إبراهيم فليفل، أنا من بيروت لبنان. عم بشترك هون بالهاس إنجينيرينج تراك. نحن بهيدي تراك عم نحاول نحل مشاكل عم بتصير بالوطن العربي. نحن بالوطن العربي عم نواجه كتير مشاكل، من ضمنها مشاكل اللاجئين السوريين، من ضمنها الأوبيسيتي، من ضمنها كمان مشاكل بالتلوث الموجودة بالماء والهواء. كمان عم نحل مشاكل صحية بتواجه العالم لما يروحوا على المستشفيات. مثلا في كتير عالم بيقعدوا بينطروا أوقات كتيرة ليفوتوا على المستشفى، فمن أحد الحلول اللي احنا عم نحطها إنه نخفف هيدا الوقت، يعني يصير الواحد رايح على المستشفى بكون من قبل عارفين القصص اللي المفروض تصير، مثل ياخد ضغط، إنه الوقت اللي عم بيصير ليتاخد ضغط الدم، ليتاخد الحرارة تبعوله، لتتاخد هالقصص اللي فيها تتساوى على جنب تتساوى قبل ما يفوت على المستشفى. وشو عم بتحاولوا هلا؟ شو عم هلا عم نشتغل على سامبلز مايكروسكوب صغار. هالمايكروسكوب بدنا نحاول من خلالهم انه نشوف اذا في تلوث بالمي ولا لا. بعد شوي رايحين على البحر كرمال نجيب سامبلز ونشوف اذا بهالسامبلز في تلوث ولا لا. بدنا نحاول كمان نقارن مدى التلوث بالمياه بالبحر بين دبي وابو ظبي. هيدي بعد ما عملناها، بس انه هيك عم كانوا وقتنا عم يحكوا. كيف كان المؤتمر؟ المؤتمر كتير حلو، في عالم من جنسيات كتير مختلفة. انا من قبل ما كان عندي كتير علاقات، بس هلا يعني تعرفت على عالم من هون، من مصر، من العراق، من السعودية، من فلسطين. يعني كل الحلو بهذا المؤتمر انه جامعين كل البلدان العربية وخلطينهم مع بعضهم. يعني بكل تراك نحن عنا كمان في من كل الجنسيات، وقاعدين عم نتناقش بالمشاكل اللي عم بتصير بيناتنا. حلو، شكرا.